نصر الخديوي وتوفيق. أنشأه الخديوي وتوفيق عام 1888 بحلوان، وأهداه لزوجته أمينة إلهام. بني القصر على مساحة 24 فدان، ويتكون من مبنيين وهما الحرملك والسلملك. تم تحويل أجزاء من سرايا أمينة هانم إلى مدرسة ثانوي للبنين، ثم مدرسة تجارية. الحرملك يستخدم كمخزن لإحدى المدارس. المدارس تحاوطه من كل الجوانب، فتكاد تخفيه تماما عن المارة. أما الجزء المتبقي فهو مهجور تسكنه الثعابين، وبات في الوقت الحالي وكرا للمخدرات والدعارة والخارجين عن القانون، بالإضافة إلى وجود 3 حالات قتل تم الكشف عنها بإلقاء الجثث داخل القصر. المبنى غير مسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983. بس كده، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.